في سبتمبر 2021 سيصل مترو الجزائر إلى غاية محطة محمد بلعربي بمنطقة برقي انطلاقا من عين نعجة على طول 6 كيلومترات ومرورا بست محطات. الأشغال التي انطلقت بها منذ ماي 2016 متقدمة على مستوى المحطات الأربع التي شرع فيها، على أن تسجل المحطتان المتبقيتان ضمن البرامج الاستثمارية المقبلة. نفق بطول كيلومترين ونصف وجسر بمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر تتوسطه محطتان بريتان هو كل الإنجاز، المجموع 4 كيلومترات. الجديد في هذا الخط مقارنة بخط الحراش المطار، أشغال حفر النفق انطلقت تقليديا باستعمال الوسائل التقليدية الموجودة حاليا على مستوى مؤسسة كوسيدار. يعني هذا النوع من المشاريع الضخمة يعني صراحة مكنت من استعمال يد عاملة جزائرية بحت، واكتسبت يعني خبرة جد معتبرة فيما يخص سواء من ناحية الإنجاز أو من ناحية التسيير. وحاليا يعني إطارات جزائرية هي التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع، والحمد لله يعني تعتبر يعني خبرة ليكتسبها بالنسبة للمشاريع المقبلة اللي هي حاليا في طور التسجيل. تلقينا على مستوى خط عين نعجة برقي يعني بعض العراقيل، في بعض الأحيان هناك عملية نزع الملكية التي يعني تطلب شوية وقت لاستلام الأرضية اللازمة لإنجاز هذه الأشغال التي تم تسويتها، والحمد لله احنا بشرنا يعني الأشغال بكل رياحية. محطة محمد بوضياف هي المحطة التي تقدمت بها الأشغال بنسبة 85%، إذ من المنتظر أن تنتهي في أبريل 2019. أما في 2020 وبعد استكمال أشغال التهيئة الداخلية فبالإمكان وضع هذا المقطع في الخدمة. بالنسبة لتقدم الأشغال في النفق من بين 1.5 كيلومتر on a réalisé environ 500 متر 500 متر كلها منتهية، عملية الحفر الخرسانة 500 منتهية، يبقى 1 كيلومتر رانا في طور الحفر، وهاد النسبة راهي 80%. هذا المشروع احنا بصدد إنجاز أيضا جسر يمتد 1.5 كيلومتر. هاد الجسر هذا عنده خاصية هي احنا نقولوا لها في الدومين تكنيك سي ان بون بوسي، سي خاصية اللي كاين دارت اون سول فوا اون الجيري. حفرنا كاع لا ستاسيون، طلعنا بلا ستركتور، طلعنا بالانشاء، انشاءات هاد اللي شفناه لو باتيمون هذا اللي انا شفناه، رانا اكطويلمون 85% تاع لو بروجي. الاستلام نتمنى الاستلام نورمالمون سي بريفو موا دو مارس افريل ماكسيموم تاع 2019. لا مان دوفر اللي بلوز موا اللي كاليفي، عندنا مان دوفر لايبر كاليفي، سا سكي بيرمي دو نافونسي هكذا مؤهل. هاي كاينين اللي عندهم ديجا تكوين اوبارافون، كاين اللي معنا ايزون ابري لو ميتي تاع 95% شباب، كاين شباب تاع 20 سنه حتى ل 40 سنه. كفاءات جزائرية كما رأينا وخبرة محلية بالإضافة إلى تمويل داخلي سمح باقتناء 12 عربة جديدة بقيمة 13 مليار دينار. الاستثمار لا زال بعد متواصلا ليخص امتدادات إضافية. آه
بدأنا في استلام العربات الأولى، لحد الساعة استلمنا 4 عربات وسوف توضع في الخدمة وفي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الإنهاء من أشغال معناها التجارب وأشغال التركيب. حاليا الغلاف المالي متوفر لمواصلة أشغال مترو الجزائر إلى غاية باب الواد. حاليا المحطة المترو يعني متوقف على محطة ساحة شهداء، ونحن أنا في طور انطلاق أشغال لربطه بمحطة باب الواد على مسافة تقدر بحوالي 2 كيلومترين. الأشغال تخص يعني حفر النفق ما تبقى من طول النفق وإنجاز المحطة على تلك على مستوى تلك المنطقة. بعد استلام كل هذه المشاريع في الأجل المحددة، يكون مجموع محطات مترو الجزائر قد بلغ 34 محطة، ما يعادل مسافة 34 كيلومترا، وفي الأفق برامج إضافية.